هلو everybody، اهلا بكم يا شباب في المحاضره السادسه من محاضرات كورس اللغه الانجليزيه مع مستر شادي برعايه فريق فرسان التحدي. النهارده هنتكلم عن البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. اهم حاجه تعرفوها ان احنا بنفهم القاعده مش بنحفظها، ونقدر بعد كده ان احنا نطبقها بحيث ان هي تثبت في دماغنا ونعرف الزمن دون بنستخدمه امتى بالظبط. طيب الزمن هنا بيتكون من الفعل الأساسي في الشكل الأساسي أو الفعل في المصدر، زي go، زي play، زي study. تمام، ما بغيرش أي حاجة في الفعل. فأقدر أقول مثلا I play music every Friday، أنا بلعب موسيقى كل جمعة. أقدر أقول مثلا I go to the club every day، أنا بروح النادي كل يوم. طيب الفعل بتاعي بيختلف في حالة واحدة بس، لو أنا الـ pronoun اللي موجود عندي هو he she it، ساعتها بحط s على الفعل بتاعي، بدل ما بقول I play بقول he plays، بقول she plays، بقول he plays. ما دام إن عندي pronoun بتاعي he she it، فأنا بحط s على الفعل اللي موجود عندي في الجملة. طيب القاعدة دي زيها زي ما احنا شرحنا قاعدة الـ AD. القاعدة هنا الـ S ليها ضوابط معينة لما بنيجي نضيفها، فاحنا هنبص على الفعل بتاعنا. لو الفعل بتاعنا منتهي بـ Y وقبله حرف vowels، ساعتها بحط S ومفيش أي مشكلة، زي play قبل حرف الـ Y في حرف vowels، فاحنا حطينا S. طيب حروف الـ vowels ايه هي؟ هي A E I O U. الاختلاف الوحيد لو حرف الواي اللي موجود عندي قبليه حرف ساكن، ساعتها أنا بغير الواي ب I E S I E S. طيب بغيرها ل I E S، وزي كلمة study بقول he studies she studies. تمام، فانا بغير حرف الواي بخليه اي اي اس. امتى بستخدم بريزنت سيمبل؟ بستخدم البريزنت سيمبل في عاده، حقيقه، حال، وصف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حاجه مثبته، حقيقه مثبته. يعني اقول مثلا the sun rises in the east every morning، انا عندي الشمس بتشرق من الشرق كل يوم، فدي حاجة حقيقة مثبتة ما بتتغيرش، حاجة بتحصل كل يوم بشكل مستمر والإنسان ملهوش أي دخل بيها، حاجة مثبتة. طيب عادة زي إيه؟ زي ما أقول مثلا I go to my grandfather every week مثلا. تمام، أنا هنا أنا بروح لجدتي كل أسبوع، فهنا دي عادة، حاجة بتتكرر أسبوعيا، فبستخدم فيها present simple. they seem rich، هم أغنياء. هنا دي حال، أنا بوصف حال الناس دي إن هم rich، هم أغنياء. طيب في الوصف زي he looks happy، هو سعيد، هو يبدو إن هو سعيد. فهنا انا بوصف حد محدد قدامي، يبقى انا هنا اول ما يعني احدد الجمله اللي قدامي، اشوف ابص على الجمله اللي قدامي، اشوف هل هي حاجه حقيقيه بتحصل كل يوم، زي ما قلنا كده مثال الشمس ان هي بتشرق من الشرق كل يوم، فده حاجه اساسيه، حاجه ثابته. تمام، دي بنستخدم فيها الـ present simple. عادة، أنا بروح النادي كل يوم، أنا بصحى بدري كل يوم، أنا بزور جدتي كل أسبوع، أنا بلعب كورة كل يوم أربع، وهكذا. طالما إن في حاجة متعود عليها إن أنا أعملها في أوقات محددة، تمام، فأنا أستخدم الـ present simple. طيب في الوصف زي ما احنا قلنا إن احنا ممكن نوصف حال مجموعة معينة أو نوصف حد محدد بصفة معينة، فكل ده احنا بنستخدم فيه الـ present simple. طيب الـ present simple ليه بعض الـ keywords، الكلمات المفتاحية اللي احنا نقدر من خلالها نعرف ان الجملة دي في الـ present simple ايضا.
اولا زي ما قلت لكم احنا مش بنحفظ الكي ووردز عشان اول ما تيجي قدامنا في الجمله فاحنا خلاص هو ده، لا انا بفهم الجمله مع قصدها ايه معناها ايه. الكي ووردز اللي موجوده عندي هي عامل او عامل مساعد، يعني حاجه بتساعدني ان انا اعرف زمن الجمله، لكن الاساس عندي الفهم. تمام، فانا عندي بعض الكلمات، هم 5 كلمات، هل هم always دائما، often في الغالب، usually عادة، sometimes أحيانا، every كل الكلمات دي هي كلمات أساسية موجودة عندنا في الجملة بتاعة present simple. طبعا لما نشوفها في الجملة بنفهم بنسبة إن الجملة اللي عندنا دي موجودة في present simple بنسبة كبيرة. طيب تعالوا ناخد بعض الأمثلة على كل حاجة منها. always مثلا دائما، we always get up early، انا بصحى دايما كل مبكرا، انا بصحى دايما مبكرا. often مثلا غالبا، علي often goes to Alexandria in summer، علي بيروح لاسكندرية في الصيف، هو دي حاجة في الغالب هو بيعملها. تمام كده. طيب usually عادة، هبة usually finishes work at 5 this afternoon، هي في العادة ان هي بتخلص شغلها الساعة 5 في المساء. طيب sometimes أحيانا، I sometimes visit my uncle on Thursday. تمام، أنا بزور أحيانا عمي في يوم الخميس. تمام، they go to the school every morning أو every day. تمام، أنا بروح للمدرسة بتاعتي كل يوم أو كل صباح. طيب نفهم إيه من الـ5 أمثلة دول؟ نفهم إن كل الكلمات المفتاحية للبريزنت سيمبل هي بتيجي في وسط الكلمة، زي always، usually، often، sometimes، إلا كلمة واحدة هي every، ودي دايماً بتيجي في نهاية الجملة. دايماً بتيجي في نهاية الجملة وبيجي بعدها مدة زمنية. بيجي بعدها مدة زمنية، يعني أقول every day، every month، أقول every year. يعني every بتيجي في نهاية الجملة، بيجي بعدها every day، every week، every year، أي مدة زمنية بتيجي بعد every. تمام، ودي دائما بتيجي في نهاية الجملة. يعني إحنا لو جالنا جملة متلخبطة، تمام، وقال لك رتبها وجه من ضمن الكلمات every، فevery بتحط في النهاية. تمام، حاجة كده أساسية. طيب إزاي إن أنا أعمل سؤال في present simple؟ البريزنت سيمبل من الاساسيات عشان اعمل فيه سؤال، بستاذن كده فيرب تو دو، بقول له تعالى شاركني الامر. طيب بيشاركني الامر ازاي؟ اولا يعني ايه فيرب تو دو؟ فيرب تو دو هو فعل، دو معناها فعل يفعل، فعل يفعل. طيب فيرب تو دو من افعال الاوكسيلري فيربس الموجوده في اللغه الانجليزيه، هي هو فعل يعني قوي جدا، بلطجي، يعني فعل ما حدش بيقدر يقف قصاده، بيخش كده بكتفه في اي زمن، يقدر يشارك اي زمن في اي حاجه. تمام، فهنا فيرب تو دو هنستاذنه ان هو يجي معانا ونستخدمه في تكوين سؤال في الجمله بتاعتنا. ملحوظه يا شباب، ان في افعال بتيجي في نهايه الفعل بتاعها بيكون في مقاطع صوتيه معينه او حروف معينه، فلازم ان انا احط على الفعل ده ES، لازم احط على الفعل ده ES زي فعل دو. تمام، مقاطع اخرى زي CH، SS، SH، Z، O، X. تاني، يبقى لما اشوف الفعل بتاعي CH في نهايته او SS او SH او O او Z او X، احط ES وانا مغمض على الفعل، احط اي اس وانا مغمض على الفعل. يعني فين؟ يعني فيش اللي هو يصطاد، ماشي، تبقى فيشز، هيقول هي فيشز، بدل ما احط اس احط اي اس. ليه؟ لان هو اس اتش في النهايه. جو تبقى جوز، اقول هي او شي جوز، هي او شي جوز. فدو هنا، تمام، بتيجي طبعا مع اي، وي، ذي، يو، I، you، we، they. لكن لما نيجي نستخدم do، فعل do مع he و she و it،
هنحط اي اس تبقى داز، تبقى داز. طبعا في الماضي ديد دان، تمام، بس احنا خلينا نتكلم في دو وداز دلوقتي. طيب فانا هنا لما اجي اكون فيرب السؤال في البريزنت سيمبل بستأذن فعل دو ان هو يجي معايا كفعل مساعد، وهيجي هنا بمعنى هل. ففاكرين انتوا لما احنا اتكلمنا ان فيرب تو بي لما نكون بيه السؤال بيبقى معناه هل، تمام؟ فاقول مثلا ار يو هابي، هل انت سعيد؟ هيقول لي يس اي ام هابي، انا سعيد. فهنا بقى فعل الدو بيجي عشان يسأل برضو معانا بمعنى هل. فاقول مثلا دو يو جو تو ذا زو افري ويك، هل انت بتروح الحديقه الحيوانات كل اسبوع؟ فجاوب بيس او نو، اجاوب بيس او نو، لا اما اقول يس اي دو، لا اما اقول نو اي دونت. ممكن اقول اي دونت جو تو ذا زو افري ويك، كمل الجمله للنهايه، تمام. طيب مثلا ممكن نتكلم نقول ان احنا عندنا مع هي وشي وايت احنا قلنا ان في داز، فاقول مثلا لما نيجي نسال بي داز نقول داز اميره سبيك انجلش ويل، هل اميره بتتكلم اللغه الانجليزيه جيدا؟ فبرضه هجاوب يس هي داز او نو هي دازنت. طيب لو عايز اكمل الجمله واقول سبيك انجلش ويل، زي ما قلت لحضراتكم بيختلف فعل دو او فيرب تو دو على حسب الضمير. يعني لو معايا I أو you أو they أو we بحط do، أما he she it بحط does. ده كده باختصار الـ present simple tense. مراجعة سريعة عليه، يبقى احنا قلنا إن الـ present simple tense بيكون من الفعل الأساسي في المصدر، لكن مع he she it بنضيف s وبتسمى دي s الغائب، تمام. طيب لو الفعل بتاعي بينتهي بحرف واي وقبليه حرف ساكن بحول الواي ل اي اي اس، اما لو حرف الواي اللي عندي بيسبقه حرف متحرك زي بلاي بخليها اس على حرف الواي اللي موجود عندي، تمام. قلنا ايضا ان بريزنت سيمبل بتاعي او البريزنت سيمبل المضارع البسيط ده بيساعدني في تكوين الجمل الخاصه بالحقائق او العاده او الصفة أو الحال، تمام، وقلنا عليها أمثلة خاصة بها. طيب قلنا أيضا إن الكلمات المفتاحية هي always often، جينا often مرة تانية، فا often هنا ليها نطقين في often وفي often، فالأثر عليك انطقه في often في often. في لهجات بتقول often زي الأمريكان، وفي often اللي هو البريتش العادي. طيب عندنا أيضا usually، عندنا every، عندنا sometime. قلنا ان every الوحيده اللي بتيجي في نهايه الجمله وبقيه الكلمات بتيجي في وسط الجمله. قلنا ايضا عشان نكون السؤال في البريزنت سيمبل بنستخدم فيرب تو دو. قلنا ان فيرب تو دو بيجي مع هي وشي وات داز، اما بقيه البروناون بتيجي دو عادي، تمام. اهلا بكم يا شباب في الجزء الثاني من المحاضره السادسه من كورس التعلم اللغه الانجليزيه مع مستر شادي. هنتكلم النهاردة عن البروسيسيف أدجكتيفز. البروسيسيف أدجكتيفز الصفات الملكية. يعني إيه صفات ملكية؟ إحنا عندنا في العربي بنقول كتابي، كتابك، تمام؟ بقول كتابنا، بقول كتابهم، بقول كتابه. الضمير اللي في الآخر ده سواء ياء أو كاف أو هاء أو نا أو هم، الضمير ده لما أجي بعوض عنه في اللغة الإنجليزية فبستخدم حاجات اسمها possessive adjectives الصفات الملكية. فهاجي ألاقي مثلا إن بستخدم possessive adjectives الصفات الملكية، فهاجي ألاقي مثلا إن أنا I بتتحول ل my، فأقول my book، my house، my dog، my cat، تمام. لكن لما أجي أقول كتابك أو منزلك أقول your house your book، فهنا you بنتحول ليور، تمام. طيب he she it هي بتبقى his، فأقول his house his book his pen، تمام. طيب she بنحولها لhair تبقى her book her house هير كات، تمام. ات بتحول لإتس بحط عليها حرف الاس،
تمام. فاحنا كده خدنا ماي والضمير الأصلي بتاعها بيبقى I، يو بتتحول ليور، هي بتتحول لهز، شي بتتحول لهير، ات بتتحول اتس، اي تي اس اتس، تمام. طيب وي بنحولها لاور، كتبنا منزلنا بتبقى اور، اقول اور بوك، اقول اور بين قلمنا، تمام. اخر ضمير معانا بيبقى زي بنحوله زير، زير بيبقى منزلنا مثلا بنقول زير هاوس، زير هاوس. لكن لما جيت اتكلم ان انا البيت القديم ده بتاعي قلت ذا اولد هاوس از ماي، تمام. فماي تتحول لماين، ام اي ان اي. طيب يور هاوس هتتحول ل ذا اولد هاوس از يورز، يور هيتحط عليها حرف الاس وهنشقلب الجمله، بدل ما كنا بنقول يور هاوس از اولد، لا هقول The old house is yours. فهنا your تحولت ليورز، yours حطينا بس عليها حرف الاس وشقلبنا الجملة، تمام. نفس الطريقة مع بقية الضمائر الملكية، فهيز بتفضل هيز زي ما هي، هير بتبقى هيرز بحط عليها اس، اور بتبقى اورز بحط عليها برضو اس، زير بتبقى زيرس بحط برضو عليها اس، تمام. فأقول مثلا The old house is hers، The old house is hers، كانت الجملة الأساسية بتاعتي بتقول house is old، تمام. فعكسناها خليناها hers، فاستخدمنا hers زي The old house is hers، تمام. نفس الأمر مع our بتبقى ours، The old house is ours. طيب هنيجي لآخر ضمير، أنا سيبته للآخر عشان هو زي وزي اللي فات بالظبط، اللي هو it بتحول its في الملكية، تمام. هنا برضو في ضمائر الملكية بتبقى its، its هي هيها its، our بنحط عليها s، here بنحط عليها s تبقى hers، أما his و its الاتنين بيفضلوا his و its، there بتبقى theirs بنحط عليها برضو s. دي بالنسبة لي possessive adjectives، صفات الملكية، و possessive pronoun ضمائر الملكية. إلى هنا يا شباب ينتهي اللقاء من المحاضرة السادسة، وأشوفكم في المحاضرة السابعة إن شاء الله. See you next time.